السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إبيزا جابها لنا مولاها، جابها لنا واحد الأخ من الجلفة. فيها على كل حال عدة مشاكل، السيارة ما تنوضش ما تمشيش، تنوض وترقد. إسونسيال المشاكل اللي فيها كاملة جماعة، تنجم تقول مفتعلة، يعني تخدمت من قبل وما تخدمتش خدمة نظيفة. ولا جابها لنا على اساس انه نفتحوا الموتور ديريكت، هو قال لك راني يعني نجيب لك السياره افتح لي الموتور، قال لي فيها فيبراسيون وكذا ومنها ومنها. المهم هو بنت له باللي لازم يتفتح الموتور. شوفوا معايا الساعه، نعطي لكم هنايا الموتور كيفاه يدير كي نوضوه. كيما شفتو هنا الموتور كيفاه يدير، ينوض ويرقد. هنايا سكانينا لقينا الساعة، المشكل هذا ترانسميتر دو تمبيراتير دو ليكيد دو رفرواديسمون. يقول لك هنا سينيال ترو امبورطون، يعني سينيال طالع بزاف. وكي ندخلو لي فالور ريال واش نلقاو؟ نلقاو لا تمبيراتير اللي يقراها الترانسميتر هذا يقرا موان 40 موان 40 موان 45، يقرا بالموا. حنا فهمنا بلي مادام يقرا بالموا هكا كامل، السيارة عليها ترقد. هنايا من باب الحماية انو الكالكيلاتر كي تقرا بلي الما لا تمبيراتير تاعو هكا، معناها انو الما راهو جامد في البلوك، تولي السيارة ما تنوضلكش اوتوماتيك. حنا هكا فهمنا، وهي هذه هي هكا التشخيص يكون. وانا صاحب السيارة فهمتو، قلت له انا السيارة من الموتور ما نفتحوش حتى نوضو الساعة وندير له دياغنوستيك ونشوف، نقيس له لابريسيون تاع لا كومبريسيون تاع لي سيلاندر، نقيس له لابريسيون دويل. المهم انايا الموتور ما نجمش نفتحوه هكاك وصاي، لازمني الساعة نوض الموتور ومن بعد نشوفو اسكو يتفتح ولا لا. تبعوا معايا هنا الدياغنوستيك اللي درناه باش اولا نحيو الساعة مشكل من الطريق اللي هو هذا الترانسميتر هذا. بون نشوفو هنايا دياغنوستيك كيفاش درناه. رحنا للشيما بريميرمون، نروحو للشيما. هذا هاوليكم الكابتر، الكابتر دو تمبيراتير هذا، وهذا اللي هنا الكابتر تاع الربراكة، وهذا الكابتر دو بريسيون كابتر ماب، وهذه الكالكيلاتور تاعنا. هنا لي بروش كاين 54 وكاين 74، هادو تلقاهم في لافيش الصغيرة اللي في الكالكيلاتور. هنايا شوفو كي نتبعو هنايا لا فيريفيكاسيون، هنا كي نفيريفيو لا طونسيون. هنايا يقولك ديكونيكتي لو كابتر دو تمبيراتير دو ليكيد دو رفرواديسمون، من بعد يقولك متر لو كونتاكت، يقولك ميزيري لا طونسيون سير لا بروش ان دون لو كونيكتور فيمال ايتيل اونتر 4.8 اي 5.2. هاي هنا انا عاد كيفاش دير، تولي واش دير انا بالمولتيمتر، دير الموان تاعك، الموان تاعك ديرو في الساشي تاع السياره ولا في الموتور، والبليس تحطو في البروش 1 اللي في لافيش. بعد كي دير في لافيش وهي كونتاكت، هنا نورمالمون يعطيك من 4.8 حتى ل 5 فولت. هنايا التست هذه درناها لقيناها مليحه. هنايا واش نديرو له؟ نعطيوه باللي نقولو له وي، يقول لك هنا باللي الكابتر تاعك راهو مليح. تروح للفيريفيكاسيون دوزيام تاع البروش نيميرو 2، كي تروح ل 2 واش يقول لك؟ متر لو كونتاكت ميزوري لا طونسيون سور لا بروش 2 ايتيل اونتر 0 اي 0.2 فولت. لهنا احنا لهنا كي درنا التست هذا لقينا البروبليم، كي درنا التست هذا ما لقيناهاش من 0 ل 0.2 فولت. انا قرات لنا عطاتنا بالاوم، عطاتنا اون فالور بالاوم. هنا واش نعطيوه؟ نقولوا له نو. اوكي نعطيوه نو. هنا واش يقولك؟ يقول لك متر لو كونتاكت ميزوري لا طونسيون سور لا بروش 54 تاع لينيتي هذا ايتيل اونتر 0 اي 0.2. هاو ليكم هنايا، تولي هنايا تقيس منا، دير الموا ديرو في الساشي ودير
تروح لابروش 54 اللي في لافيش صغيرة وتقيس هنايا يعطيك بين 0 و 0. هنايا لقيناها مليحة نديرو له هنا وي، كي نديرو له وي هاو واش يقولك هنا، يقولك بلي يقولك هنا المشكل تاعك راك راهو هنايا في الكابل هذا نيميرو 2، يقولك هنا قيس لاتونسيون، يقولك قيس ميزوري لا ريزيستانس اونتر لي بروش 2 و 54 تاع لونيتي، يقولك لا ريزيستانس دوفري اتر موان دو ان اوم، فيريفي تو لي كابل. المهم يعطيك هنا كيفاه، هنايا فهمنا بلي المشكل درك راهو في الكابل تاعنا، راهو من لافيش حتى البروش 54 اللي في لافيش الصغيرة تاعنا. هنايا درك نتبعو، صافي لافيش تاعنا راهي مليحة، حنا تأكدنا بلي لافيش مليحة. درك يبقى لنا نتبعو الكوبير تاعنا اللي في الكابل هذا. احنا لهنا كيما تشوفوا هاي ليكم هنا لافيش تاعنا، عرينا عليها منا، هذه هي لافيش اللي تركب في لونيتي دو كوموند. عمليكم لي كابل، هذو لي كابل في ثلاثه نتاع واحد تاع الكابتر تاع الربراكام، واحد تاع الكابل نتاع الكابتر ماب، وواحد نتاع الاخر لك هذا نتاع الماب، والمارون الفونسي هذا نتاع الربراكام، والمارون كلير تاع نتاع الترانسميتر تاع لا تمبيراتور. المهم هنا بدينا هنايا نعريو على الخيوط كما تشوفوا. هذو جماعة لي كابل هذو اللي تشوفوا فيهم راهم لقيناهم، اصلا لقيناهم مكرازيين، هم كانوا تحت احنا جبدناهم لهنا، راهم كانوا البوزيشن اللي كانوا فيها كانوا فوتوهم تحت الديريتا تاع الشوفاج وخرجوهم من الفوق. المهم كانوا مكرازيين، كانوا ماهمش في البوزيشن تاعهم الصحيحه. شوف هنا هذاك هو، هذاك هو الخيط تاعنا. ذاب وين هاي التربيزة؟ هاي وراه ارجوك كيك اصبر، هاي فما بعد البني بركا، جيب تشوف ملتيمتر حبس كيك، بعد جيب ملتيمتر مكسوس مكسوس دير تشوف مكسوس فما حبس. شوف بركا نشنتي ومنا لهنا نزيدو نتأكدو، بركا جيب تشوف الملتيمتر. طريق البروش هنايا، هنا البروش هنا 54. عليه صاي احكي لي شو انت في شطل. ها بس خلاص ما الخضر هذا بعد تعرى، شو هذا تعرى برك. هنا كيما تشوفوا صاي سي بون، درنا عاودنا رجعنا كل شيء بلاصتو، ليغان خيوط مام لا فيش ركبناها في الكالكيلاتور. نشوفو بون، هاي لا تمبيراتور مليحة 17، رجع حاجة تقرا قبيل قبيل موان 40. هنا كيما شتو رجلنا المشكل نتاع ترانسميتر تاع لا تمبيراتور هادو اللي كيديرو في الرواديسمون، وشي هو بقالنا لو ميم بروبليم، مازالت السيارة تنوض وترقد. هنايا المهم هنايا كاين حينا مشكل من المشاكل اللي كنا شاكين فيه،
دركا لازم ننتقلو لمشكل واحد اخر، نزيدو نتبعو نفيريفيو الخطوة اللي جاية ان شاء الله. واش راح نديرو؟ راح نشوفو نفيريفيو السيركوي تاع ليسونس، نقيسو لا بريسيون تاع لا بومب تاعنا، ونقيسوها من لا بومب ونقيسوها بعد لا بومب، يعني قبل الفلتر وبعد الفلتر تاع ليسونس. هذو كم ان شاء الله نشوفوهم في الفيديو الجاي ان شاء الله. المهم يا جماعه، حنايا الهدف تاعنا من الفيديوهات هذو انه نمدو صوره لطريقه التشخيص باش ما نخسروش الكليون، ومام باش الناس اللي تتعلم كيما حنا يستفادوا ويتعلموا على قاعده صحيحه. وهذا هو، هذا هو الفيديو تاع اليوم. استناونا يا جماعه في الفيديوهات الجايين، خاطر السيارة هذه فيها بزاف مشاكل. وركضوا تشوفوهم معنا ان شاء الله في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. السلام عليكم.